قل الله أعبد مخلصا له ديني. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، ممكن نسألك السؤال هذا بخصوص خالد محمد عثمان يا شيخ حتى تكون أمور واضحة للإخوة؟ طيب السؤال يقول يا شيخنا، هناك شائعة أن بعض الإخوة الله يهدينا وإياهم يقولون أنكم يعني تنصحون بالأخذ عن خالد محمد عثمان في غير مسألة الصعافقة، فما نصيحتكم يا شيخ؟ خصوصا الكثير من الشباب لا يعني لا يميزون بين الحق والباطل عندما يأخذون من هؤلاء. الذي يعني يميز الحق من الحق والباطل يتوقف من أخذ منه، لا يأخذ منه، يعز منه إلى أن يترك كلامه بالصافقة بتاتا، يتكلم في الأمور الدين معروفة كلها متفق عليها، بس لا يعرف أن يميز لا يتكلم لا يأخذ منه، إنما حذر منه كما حذر منه الشيخ ربيع حتى يكون في مأمن. الله أعلم. نعم، لأن بحث كلامه مسح في محمد بن لاد قلت كلامه، لا مش عاوزين نأخذ منه الكلام ده، وهكذا نقولش الكلام لأنه مدام مش متأكد، مدام ما عندوش فهم، ما عندوش تمييز، ما نخش منه أحسن. والله أعلم. طيب شيخنا، وما نصيحتكم يا شيخ في من يعني الله المستعان كيف أقول هذه بالعربي، نعم إن بالعربي يا شيخ زي ما قلنا يعني بعض الإخوة ما يستطيع يميزه، والصعافقة نفسهم يا شيخ يقولون بما أن الشيخ حسن ينصح بأخذ من خالد محمد عثمان فيما ليس له علاقة بالصعافقة فخالد محمد عثمان كويس أو طيب يؤخذ منه. لا، كما حذر منه شيخ ربيع حذر منه. نعم. وحذرت كمان منه. نعم. And as اللي يسمعه خبر فيما يجي يرفض الكلام بتاعه صعيفة قده، فعشان كده نحذر منه عشان إنسان ربما اخترع اعترض عليه الأمر، فالأحسن التحذير منه. نعم. الله أكبر. قل الله أعبد مخلصا له ديني.